زلف لون زلف لون تيدان غادي تدان خيرت كاع ديالنا خلام ان غيد اوغنس المركب الثقافي اللي مديت نايت من لولي تيوسكار كيس ديال الميراج الكوميديان دران كيس توكت الشباب ما يبقى راه الصفرحه اللي غيس دران ولا ميد لي يعني نيسوتر ميد لي يعني الساسي زوران انتو سنات زوري تغاوزوا يد الافلام ديال المسرح تسقيوين نسوس ماسا سيل سنت مازيغ تغير المغرب كلوت. مرحبا سي احمد عوينتي يان غي مازلنا على خير اصنتيني مرحبا بك سيدي احمد. تدمير كلينك الماء كيستف ارضي تشكرا الاذاعه الراديو اتبير مرحبا اللي كفان تعمل دياد فهاد السولاغ تنكي في المقارات اللي غي غيان غي اللجنة اللي رادي يعني يزري غصاد يتوقت يعني الشباب اللي عريمين ولا تعريمين اللي يشاركون قمصيات المواهب يعني الجمعية المواهب بيت بلول المبادرات اللي تسكرت قاية وسمغرة اللي غد سيمغور دي كان دي, 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 دي الشباب اللي درت إلى المواهب باش تكفين ولا نتني مغند سبعين غيان سنغمند أنا واد الموتينين والمانشور ما هادي زرين فعلا ولاد اللي تلا زود من تيمل دياد اللي ينزار زود زم زود غنوكل مشغلات الشباب الحمد لله لن يتوكت تبكورين اللي يسليا كان الفرصة أفاد هاد سبعين تزيدار نسن سبعين تيفوت نسن سيدي أحمد غيد يغنيك شم غيد غير الشباب نرز من دازم تقولين فهذا سبعين دي فوت نسنا سبعين ما الدرس لله غل موهبة ماش شسولة دي تمنيت غصة يعني أوروي جزون غايد يزرين ختمتيل غايد يزرين بن الميد نف ما هو تاريخ خير بن الميد نف ما تعيشنا الدرس غصة يلا عدد الألفاظ يلا عدد يوالي ونرتيلين غير قيل منصة ورني قبلهم الزوغ حتى يان ولكن ارتيونان تفتن غيد اثنين أموتين النجوم غلاد أموتين يتران يعني المجتمع فعلا يبادل في مهد اللي في زمزم غنكل لأنه كان يقات تزير للتشكيات السكتياد اللي داغي سوال يعني السياد اللي داغي يزران يتنى يتياد تختلف التينغ مش الواقع خصة تبعات دميرة تطور المجتمع دائما أنا زورني الفنان الفنان اون جينيرال يخص اي من تطور المجتمع لا المد اللي كان ضد المايا باش توكت الشباب هاد غيلاد لو انك المجتمع المغربي الذي بالنسبه للهرم التسكاني كيس بزاف الشباب يعريمن وكان المايا يعريمن بني عزمزن صدايا خاصة التماخت باش تنتصردوت لأنه بنادم ساعتها تيشقى تيتصدصد مش ولي صدرنا يصدص غصد عكدود هنوانا دي كان نظر حقيقة تلميذنك تقولي كانت مكاروت فادا ديلي انت تكوين الزند غيكاد فادا قيون غر الميدنك ونكا كالمدارس يعني العدد الميدن تيوصن دروسن يخصى أدونا قرى الميدن يخصى أتسكار الزنتي غوسوين تفادي غنرا الداغيلي الشباب يظنين ان شاء الله غو غراس ديال اختي زينوني غير ربي ما تيكلو قدام ان شاء الله لا ركنين يا اختي مغرد والدور هاد الجنان تحكي من الشبابات لانه لا نقيس بعض الجمعيات اللي سكابين تزيد ما دي مستثنى المشا قراني كرام اللي داروا تجربه يعني حتى الحكم في الدراريان يقدر ايجابي يقدر يكسلبي يعني يقدر تتفتو تغلط سنيتا تيكيا دي كلاسين مش تغلط ارتيقا نكوني رانماغ ما امكن الدوريات تيسنات هاد نسبين اناظور اللي نصدرت تناي غيد سيمان يكفاتها يا فوتنس اختي مرضي إسلام تكلم معايير اللي يتوسط راسنا غير المقارد مثلا أتنين توريزرية نغدا إيقا مفتوح سواء المواضيع اللي سكرن ولا يعني مثلا لمدة تقايق ولا تكتن تغوسيون يضني إسلام تكلم معايير ساسما غدوه لا نرزم الشباب تتير مرتد باهرة غما يزلين العمر نس غما يزلين الموضوع اللي راه غما يزلين ولا تيزي اللي غير يزري الموضوع نس افاد دسلك في يعني الوقت ما غادي مالك في سماش غير قصائيات واللي راه نستغصى
راه مولك في الكوني كنلجنا المواضيع اللي فرادي يسوي ان شاء الله. يعني غيرنا غرات السنت يسي صدار كرايان يسكر يسي صدار غادي يشخص الموضوع عدل يستكفيت غي التيزي اللي راه تزيد غد نتات تلميذنك كيحضر بهذا كفر بالخير يا جاك صحتك يدومك يا جا كنين اللي كان اسكلو الشباب هذا اللي ان شاء الله ردي تسنموا الدوي غير ربي تخصيصهم راه قال المنصه فدا نزر اي اللي ديوينا يوزنك اسيدي احمد تقولي قالت لك تلمير تماس حمادي تلمير في تلمير في الراديو اتبيع قبل تدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطوله زكاك دنا قصاده فدا كي راح مايلونا او تتسكرتي نجام تلمير تنجم.